ثاني جماعة، الثاني بيتكلم عن ساينس يعني ماث، يعني علوم، تمام؟ وكلمة ساينس مهمة جدا، أي سي وراها سي، اس وراها سي وراها اي أو اي أو واي، هتخلي الاس دي سايلنت ودي منطقة اس ساي، والاي اي منطقة لونج اي ساي ساينس، ودي اس عشان دي وراها اي. طب أي حرف تاني وليكن سكرا، السي اس السي سي الاس سي هنا جاي وراها حرف الار، فهنطقهم عادي، دي ص ودي ك عادي سكرا ان، لكن هنا قلت ايه؟ قلت ساي ساينس، دي سايلنت. ليه؟ لان الاس سي قاعده مهمه جدا، لو جه وراها اي او اي او واي هتنطق الاول الثانيه ودي سايلنت، لان ما ينفعش اقول سسه سسه ورا بعض، مهم جدا القاعده. الدرس بيقول لي ايه؟ ساينس A healthy lifestyle. A healthy lifestyle. وخد بالك وده محور مهم جدا جدا في المنهج الجديد، ان هو بيهتم بالاكل الصحي والحياه الصحيه للطالب، فبعوده من هو صغير يعرف ده. الناس اللي بتهاجم المنهج الجديد ايه تاني؟ بيقول لي ايشوز، كلمه ايشوز معناها قضايا، دي قضيه مهمه، صحه الطفل لازم نعرفه ياكل ازاي ويشرب ايه الصح. ايه كمان؟ بريفنتيف هيلث، ايه هي الحاجات اللي احنا بنمنعها عن الصحه او الممنوعات الصحيه اللي ما ينفعش نشربها زي الكولا زي الفيديو جيمز. تعال نشوف الهيلثي لايف ستايلز. الهيلثي لايف ستايلز نمط الحياه الصحي. اول حاجه عندي بيقول لي هيلثي لايف ستايل، ولازم كل طفل يتبع النظام ده. ايه هو؟ ايه هو نمط الحياه الصحي؟ رقم واحد بيقول لي دونت جو باي كار، دونت جو باي كار، ما تروحش المدرسه بالسياره، ما تروحش المحل او الهايبر اللي جنبك او السوبر ماركت اللي جنبك بالعجله او بالعربيه، لا روح ماشي، حرك جسمك رياضه. اثنين drink water، اثنين drink water يعني اشرب ميه، مش لازم تكون عطشان، الجسم اللي بيشرب ميه كتير بيدي نضاره للبشره وبقى كويس جدا جدا. نمبر 3 exercise، اتمرن، اتمرن في البيت، تروح جيم، تروح اي مكان، مهم حاجه تدرب. التدريب ده يكون ايه؟ اي رياضه. نمبر 4 go outside، انت مش شجره، ما تفضلش قاعد في البيت، عندك وقت فراغ، ووقت الفراغ ده هيخليك تمسك الموبايل، هيخليك تلعب العاب فيديو جيمز، لا اخرج بره اتمشى شويه، روح لصاحبك، روح لتيتا، اتحرك شويه، امشوا انت وبابا او ماما في المناظر الطبيعيه. بعد كده eat fruit and vegetables. eat fruit and vegetables. بولز هنشرحها دلوقتي. بعد كده نمبر 6 بلاي سبورتس، العب اي رياضه، كره القدم، كره السله، تنس، تجري، اهم حاجه تتحرك. بعد كده ووك تو سكول، ما تروحش المدرسه بالعربيه لو هي قريبه منك، ووك تو سكول. بعد كده اخر حاجه سليب 4-8 hours every night، هتنام 8 ساعات في اليوم عشان جسمك تقوم الصبح نشيط، جسمك مش خملان مش همدان، ما تنامش الساعة 2 بالليل وتقوم الصبح بدري على المدرسة، هتروح المدرسة مش مركز ومش عارف أي حاجة ولا مستوعب. تعال نشوف كده don't go by car، تعال نشوف الفونكس اللي فيها don't short o go long o باي لونج اي كار ار كنترول ذا فاول، حرف الار بيسيطر على الفاول، الاي ميكس ساوند ان، لكن لما يجي وراه حرف الار بنطقه اه زي كار جار مارك. نمبر 2 درينك، الدي مع الار درا شورت اي ايه درينك، بعدين الدبليو او اي افتر دبليو وا مفتوحه كده واتر واتر او واتر درينك واتر، طول ما انت قاعد اشرب ميه.
عطشان مش عطشان، مهم جدا. بعد كده ايه؟ اكس شورت اي، اكسر شورت اي، ساي اي ساكن اي هنطق حرف الاي باسم، والسي هنطقها اس عشان جوارها واو، ساي سايز، والاس جايه من تو فاولز، والاس لما تيجي من تو فاولز بنطقها ز، يبقى اكسر سايز. ما تملاش الكلمه الا عن طريق الفونكس. بص كده اكس ار اي ز، بس سهله جدا جدا. اكسرسايز. بعد كده جو لونج او اوت، الاو يو بتعمل صوت الاو ساوند، او زي كلمه ايه؟ زي كلمه هاو هاوس، الاو يو بتعمل صوت الايه؟ الاو ساوند، تعمل صوت او هاو هاو هاوس. نفس الحكايه او اوت، سايد اي ساكن اي لونج او، يبقى جو اوت سايد، اطلع اتمشى بره ما تقعدش في البيت. بعد كده ايت، الاي اي بتعمل لونج اي زي كلمه سبا ايك، الاي اي هنا بتعمل لونج اي، ايت فرو، الاو الاو صوت الاو ساوند لونج يو، فروت اند فيجيتابلز. كلمه فيجيتابلز اقراها ازاي يا مستر؟ بص كده في جي تا بولز، كم مقطع؟ ها في في شورت اي جي، خد بالك الجي هنا جايه من حرفين متحركين، هتحط في الجي دي تنطقها جي ج ج، يبقى في جي في جي، والتي بلس اي شورت اي تا، يبقى في ج تا. وبعدين اي بي او ال في اي مكان حطي فيها او تبقى زي كلمه ابل، زي كلمه تيبل، زي كلمه امبوسيبل، زي كلمه ابلز. ها تي بو بو، في حرف الاو هنا مش موجود، ده انا بحط يبقى فيجيتابلز فيجيتابلز، شورت اي شورت اي شورت اي وشورت اي فيجيتابلز. بعد كده بلاي، البي بلس ال بلا والاي واي بتعمل لونج اي، بلاي بلاي. ها سبور، الاو ار بتعمل لونج او، بلاي سبورتس العب رياضه، ده فعل امر. جو اوت سايد فعل امر، ايت فعل امر، اكسرسايز فعل امر، درينك فعل امر، دونت جو اسلوب نفي اللي هو نهي في العربي، دونت جو باي كار، ما تذهبش بالسياره. بعد كده ووك، احنا قلنا الايه؟ الاي ورا الدبليو او مفتوحه يبقى واو، والال سايلنت ووك، تو سكول، السي كي هنا السي اتش منطقه ك، يبقى سكول ووك تو سكول، روح المدرسه مشي وارجع المدرسه مشي اللي هي قريبه منك طبعا. بعد كده سليب لونج اي، الاي اي بتعمل لونج اي، 4 لونج او، 8 اورز، الاتش هنا سايلنت، وقلنا فوق الاو يو بنطقها او، يبقى اورز، سليب 4 8 اورز، نام 8 ساعات في اليوم. افري ايه ايه، والواي في الاخر افري نايت، والاي جي اتش بتعمل لونج اي، نايت، سليب 4 8 اورز افري نايت، هتنام 8 ساعات في اليوم، يبقى ده ايه؟ اسمه هيلثي لايف ستايلز. هيلثي لايف ستايلز يعني نمط حياه صحي. بعود الطفل ان هو دونت جو يتحرك كتير، حركه بركه زي ما احنا بنقول، دونت جو باي، دونت جو باي كار، درينك واتر، اكسرسايز، جو اوتسايد، ايت فروت اند فيجيتابلز، بلاي سبورتس، ووك تو سكول، سليب فور ايت اورز افري نايت، يعني نام 8 ساعات في اليوم. هتعمل ايه بقى انت بقى كده؟ طبعا لازم تعرف تكتب ده كباراجراف. ها لما اقول لك تيل مي اباوت يور هيلثي لايف ستايلز، يعني ايه؟ اخبرني عن نمط الحياه الصحي بتاعك، هتقول لي نمبر 1 اي دونت جو باي كار تو سكول، ما بروحش مدرسه ماشي، اي درينك ا لوت اوف ووتر، بشرب ميه كتير، اي دو اكسرسايز، انا بعمل تمارين، اي جو اوتسايد، بمشي كتير بره، اي ايت فروت اند فيجيتابلز، باكل خضروات، باكل خضروات و ال وفواكه، اي بلاي سبورتس، انا بلعب رياضه، I walk to school، بروح المدرسة ماشي، I sleep for 8 hours every day، يبقى أنا كده حققت المطلوب من الدرس، إن أنمي مهارة الكونفرسيشن المحادثة، وأقدر أكتب الكلام اللي أنا قلته كله في جمل، عملت باراجراف، وعرفت أعمل باراجراف عن نمط الحياة الصحي بتاعي، تمام؟ تعالوا بقى نشوف النمط الحياة غير صحي، إيه هو؟ لو واحد الحاجات اللي ما ينفعش أعملها اللي هو healthy unhealthy lifestyle. healthy lifestyle حط كلمة ايه؟ un بس. un بتنفي. healthy unhealthy life
ستايل يعني نمط حياة غير صحي. ايه هو نمط الحياة الغير صحي؟ هنعكس بقى، هنعكس ده تمام. اللي بيروح المدرسة ماشي، اللي بياكل خضروات فاكهة، اللي بيشرب مية، اللي بيتدرب، اللي بيلعب رياضة، اللي بينام 8 ساعات، ده نمط حياة صحي. في الآخر هيبقى شخص سليم. احنا قلنا العقل السليم في الجسم السليم، عشان ده يفكر كويس والمنتاليتي والتفكير بتاعك يبقى كويس، لازم تاكل اكل صحي، ولازم الجسم ده يكون قوي. الجسم ده يكون قوي امتى؟ لما يكون بياكل اكل صحي. لما ما كلش بقى ايه، ما عملش ايه، تعال نشوف بقى. ايت الشوكليت كيك نمبر 1، ايت الشوكليت كيك، ايت نمبر 1، ايت شوك كيك. طبعا طول النهار ما تعمل لنا كيكه، و طول النهار تعمل لنا كيكه واحنا ناكل. طبعا احنا شايفين ان هي طعمها لذيذ وكل حاجه، لكن هي مش هتديني فوائد، ما فيهاش فيتامينز، ما فيهاش عناصر غذائيه، ده بالعكس كلها شوك، كلها دقيق وكلها زيوت وكلها حاجات ما لهاش اي لازمه. اثنين، درينك كولا، بدل ما اشرب ميه ها درينك كولا، عكسها البيبس والساعه في الثلاجه كل شويه اشرب اشرب، ولو لقيت كده مكتوب عليها صفر قيمه غذائيه ملهاش اي فايده تمام. نمبر 3، واتش تلفزيون، واتش تلفزيون. ايه تاني؟ بلاي فيديو جيمز، 4، بلاي فيديو جيمز، بلعب العاب الفيديو، ساعة تجر ساعة وماتش يجر ماتش ولعبة تجر لعبة، تلاقيني قعدت بالخمس ساعات على عينيا وجعتني، ظهري وجعني، وجعني من القعدة، التركيز عيني ودماغي، صداع، وما استفدتش أي حاجة. بعد كده بلاي بورد جيمز، بورد جيمز اللي هي ألعاب الإيه؟ أي ألعاب لوحية، زي مثلا الطاولة، زي سلم التعبان، دي ما فيش أي فيها أي حركة، أنا قاعد بس مش أي حاجة. آخر حاجة sleep four، sleep six، sleep four hours، بنام 8 ساعات في الليلة، أنام الساعة 2 وأصحى الساعة 7، أطلع جسمي متكسر ومتطحن اليوم التاني، هيضيع كله مني لأن أنا مش مهيأ لي. درس مهم جدا جدا جدا، مش إنجلش بس تمام. تعالى نشرح بقى اللي فيه. ايت احنا قلناها قبل كده، لونج اي، لونج اي، شوك شورت او، لاي لونج اي، شوكليت كيك لونج اي، ايت الشوكليت كيك شوكليت. بعد كده درينك قلناها هناك شرحناها، كولا تمام، واتش زي ما قلنا ووتر، واتش والسي اتش اتش، واتش تي لي والاس اي او عامل الجامب ساوند، تلفزيون، يبقى واتش تلفزيون، واتش تلفزيون، مشاهد التلفزيون، play long a، vet vet short i، yo long o، play video games long a، a consonant e، pronounce the letter a by its name، play video games، هلعب العاب فيديو، play long o long a، ال or بتعمل long o زي كلمة go goat، هنا bo board، games برضو a ساكن e long a، sleep long e، four long o، قلنا هناك ال h silent و hours. تعال نشوف بقى كده كل حاجة قصادها حاجة تمام. ممكن احنا نسوي ايه، نحط هنا جو تو سكول باي كار، نروح المدرسة بالايه، بالعربية، برضه نمط غير صحي ده، والبيت قريب. طيب هنا بقول لي درينك وور، لكن هنا درينك كولا وانت بتعمل الفيديو، خد بالك ها. هنا اكسرسايز، بدل ما اكسرسايز هلعب بلاي فيديو جيمز، مش هحرك جسمي ويكون في نشاط، لا انا هروح العب فيديو وانا قاعد تمام. هنا جو اوتسايد، مش هطلع في الخارج، امال هعمل ايه، بلاي بورد جيمز، هلعب السلم والتعبان وانا قاعد، ده غلط ها. هنا ايت فروت اند فيجيتابلز، هاكل خضروات وفاكهه فاكهه، لكن هنا هاكل ايه، ايت الشوكليت كيك، حاجات كلها زيوت مهدرجه وحاجات قرف خالص ها. ايه تاني، سليب فور 8 اورز، هنام 8 ساعات، لكن هنا بقول لي سليب فور 4 اورز. هيطلب من كل واحد فيديو، هتعمل باراجراف تكتبه بايدك بعد ما تذاكر كويس جدا جدا جدا، وتحط الكلمات او الجمل في دماغك عربي، وهيأت نفسي هبدا اكتبهم ايه، الجمل قدام عربي اكتبهم انجلش بقى. انا اي، انا ايت اكل فروت خضروات فاكهه، اي اند و فيجيتابلز، انا بمشي الى المدرسه، انا يعني اي، يمشي ووك الى المدرسه تو سكول،
بشرب ميه، اي انا درينك اشرب وور ميه، هي بتيجي كده. وبعد كده تعمل الفيديو هتقول لي نمط الحياه الصحي ونمط الحياه غير الصحي. هتقول لي ايه؟ هتقول لي اي دونت جو باي كار، اي ووك تو سكول، انا ما بروحش ماشي، انا ما بروحش بالعربيه، بروح ماشي. اثنين، اي درينك وور، اي دونت درينك كولا. يبقى هنا هتحط اي قبل الجمله، هنا هتحط اي دونت نفي. ها؟ I drink water, I don't drink cola. I eat fruit and vegetables, I don't eat chocolate cake. I go outside, I don't play video games. I do exercise, I don't play board games. تمام؟ I sleep for 8 hours every night, I don't sleep for 4 hours. مهم جدا تعملي الفيديو ده وتنمي مهارة المحادثة عندك. بليز يا جماعة نبعت الواجبات بالطريقه دي. ده درس ما فيهوش اي حاجه غير كده، تمام؟ لكن المعاصر جايب لي كلمات زياده، اللي هي ايه؟ القطعه الثانيه اللي هي اكسترا فوكابر. تعال نشرح الكلمات عشان ناخد الايه؟ القطعه. يبقى كل واحد مطلوب منه ايه؟ هيعمل باراجراف كامل. I eat, I don't eat. I walk, I don't walk. I drink, I don't drink. I play, I don't play. الاثنين في جمله واحده، تمام؟ طيب اللي بعد كده هناخد الكلمات الزياده دي. عرفت مطلوب مننا ايه؟ باراجراف هتكتبه بايدك بس بعد ما تذاكر كويس عن نمط الحياه الصحي وغير الصحي. انت بتعمل ايه؟ I play football او I play sports. I don't play video games. I drink fruit, I drink water. I don't drink cola. I eat fruit and vegetables. I don't eat chocolate cake. وهكذا. هتنفي وهتصدق. طيب الدرس الثاني بيتكلم عن ايه؟ او نفس الدرس بس في قطعه، بس جايب الاول مفردات لازم اعرفها الاول. كلمه لانش بوكس يعني صندوق المدرسه، صندوق الاكل. لانش يعني غدا، بوكس يعني صندوق، الاثنين مع بعض يعني صندوق الايه؟ الاكل. طب كلمه بريبير، بري بير معناها يعد او يجهز. بريبير ذا لانش، ماما ماي ماذر بريبير ذا لانش، ماما بتعد الايه؟ تعد الاكل. بري لونج اي، بير لونج اي، بريبير. طيب ميك ذا ساندويتش، ميك ذا ساندويتش، ذا ساندويتش يعني يعمل. ميك ذا ساندويتش اسمها كده ساندويتش مش ساندويتش، ساندويتش الدي سايلنت. ميك ذا ساندويتش يعني بيعمل ايه؟ بيعد ساندويتش. قوي سترونج. ذا هيلثي، ذا هيلثي لايف ستايلز ميكس مي سترونج، الاكل الصحي بيعملني بيخليني قوي. طازج يعني فريش. طيب ثمره خيار اسمها كيو كامبر، هنشرحها دلوقتي. كلمه جزر يعني كارت. نشرح بقى لانش لات لات شورت يو والسي اتش تشات، يبقى لانش بوكس شورت او، بري لونج اي، بير لونج اي، يبقى بري بير يعد، ميك لونج اي، ذا حرف مركب، سان شورت اي ساندويتش، والسي اتش هنا بنطقها والدي هنا سايلنت. ميك ذا ساندويتش. بعد كده سترو شورت او سترونج قوي، فرا اش فريش شورت اي، كيو دي لونج يو بنطق حرف اليو اس بده مقطع كيو، وبعدين كم ك ك شورت يو كم، وبعدين بير شورت اي، يبقى كيو كم بير، كيو كم بير. حبة خيار واحدة، لو عايز اقول خيار كتير كيوكامبرز. ها كي دي لونج ايه؟ كارت ما اسمهاش كارت، كارت. تمام؟ طيب تعال نشوف بقى الايه؟ القطعة اللي عندي في كتاب، بيقول لي ماي نيم از اميرة، انا اسمي اميرة. لوك ات مي، لوك ات ماي هيلثي لانش بوكس، بص لي صندوق الاكل بتاعي. اي هيلب ماي مام بريبير ماي لانش بوكس، انا بساعد ماما ان هي تعد الاكل بتاعي. I wash the vegetables and the fruit. أنا بغسل لها الخضروات والفاكهة اللي بحطها في اللانش بوكس بتاعي. Mom cuts the carrots. Carrots. ماما بتقطع الإيه؟ الجزر. And the cucumbers. والخيار. And و I make، أنا بصنع the sandwich. وأنا بعمل ساندويتش. I don't like، I don't like to drink cola. أنا ما بحبش أشرب كولا. زي ما قلت لك في الدرس في تعملها في الباراجراف. My mom makes some fresh orange juice and one some days I take a bottle of milk.
ماما بتعمل شويه عصير طازه يستاهل بقك. ده بتبدله بايه؟ بالصودا. انا عايز حاجه ساقعه، اصلا انا محتاجه حاجه احلي بيها، بدل الصودا خد عصير فريش. تمام. ماما my mom makes some fresh orange juice. ماما بتعمل عصير برتقال طازج. And well, on some days في بعض الأيام، حرف الجر on بيجي مع الأيام، on in at أيام شهور ساعات. I take a bottle of milk. A bottle of milk يعني زجاجة من. كلمة milk ده اسم غير uncountable. هتاخدوها إن شاء الله في سنة رابعة. ما ينفعش أقول milk ده حاجة معدودة، لكن ممكن أخليه معدود، أحط كلمة إيه قبله؟ bottle، اللي هي bottle، زجاجة من اللبن. طب مية يعني water، عايز أقول عايز أخليها معدودة، هي كده غير معدودة، ما أقدرش أعد المية الواحد مية اتنين مية، عايز أخليها معدودة أقول a bottle of water. A bottle of water يعني زجاجة من الماء. تمام؟ طيب. One and on some days I take a bottle of milk، وبعض الأحيان ما باخدش عصير بس باخد معايا لبن، يعني مشروبات صحية. I like healthy food. أنا بحب الطعام الصحي. ليه؟ Because لأن ده بتبين السبب. Because اسمها كده. Because long O مش because. Because لأن it makes me feel strong. It makes it عاد على مين؟ على الأكل الصحي. Makes يجعلني. ليه حطينا اس؟ لأن هو مفرد مضارع بسيط. It makes me strong بيجعلني قوية. يبقى الاكل الصحي بيعمل ايه يا شباب؟ makes me strong. why do you مثلا eat fruit and vegetables او healthy food؟ هتقول لي because it makes me a strong، بيجعلني قوي طبعا. والمعاصر جايب لي الكلمات الحمراء، جايب لي معناها بالعربي هنا، حاجه جديده اول مره يعملها. طب انت شايف كده اهو كلمات بالعربي، جايب لي ايه؟ جيبها بالأحمر ترجمتها. هقولها تبقى بسرعة من غير ما ترجم. My name is Amira. Look at my healthy lunch box. I help my mom prepare my lunch box. I wash the vegetables and fruit. My mom cuts the carrot and cucumbers and I make the sandwich. I don't like to drink cola. Mom makes some fresh orange juice. And on some days I take a bottle of milk. I like healthy food because it makes me feel strong. تمام. قول لي write a healthy beside the good habits and unhealthy beside the bad habits. هتكتب كلمة صحي جنب الصورة اللي انت شايفها عادة كويسة في الأكل أو صحية، وهتكتب unhealthy في العادة الغير صحية. فكم واحد drink، بيقول لي eating vegetables and fruit، واحد بياكل خضروات وفاكهة يبقى ده إيه؟ healthy. drinking fresh orange juice، بيشرب عصير طازج، ده إيه؟ أقول له healthy. Playing video games for many hours. بيلعب فيديو جيمز كتير جدا، هي ساعة واحدة في اليوم كفاية، ده إيه؟ unhealthy. Washing your hands after going to the bathroom. غسل إيديك بعد ما تروح الحمام، هيبقى أقول له healthy. Eating too much chocolate cake. يعني إيه؟ يعني بياكل كتير جدا كيكة. هتقول إيه؟ ده unhealthy. Watching a television أو تلفزيون for a long time. بيشاهد تلفزيون فترة كبيرة جدا جدا، ده اسمه إيه؟ unhealthy. كده الدرس خلص، تمام. نشوف التدريبات اللي عليه. مهم جدا 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 الدرس ده. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني فيديو وباراجراف على الهيلثي لايف ستايل، بس هحطهم الاثنين في جمله واحده، يعني هتعمل لي كده، هتكتب كده هيلثي اند هيلثي اند ان هيلثي لايف ستايل، نمط الحياه الصحي وغير الصحي. اي ايت فروت اند فيجيتابلز، اي دونت ايت شوكليت كيك، اي درينك ووتر، اي دونت درينك كولا، اي جو اوتسايد، اي دونت بلاي فيديو جيمز، I play sports. I don't play board games. I go to school by car. I don't go to school by. I go to school. I walk to school. I don't go to school by car. I sleep for 8 hours every night. I don't sleep for 4 hours every night. مهم جدا جدا. كتابة وفيديو واجب. الواجب الثاني هتقرا لي القطعة دي فيديو. الواجب الثاني هتقرا لي القطعة دي إيه؟ فيديو. تمام؟ طيب تعالى ناخد بقى الدرس الثاني، وبيتكلم عن سهل جدا عن اللونج فاول الرابع والخامس. يبقى النهارده خدنا 3 دروس، هناخد الدرس الرابع والخامس اللي هو بيتكلم عن ايه؟ بيقول لي فونكس. فونكس يعني ايه؟ يعني صوتيات، وده محور مهم جدا في المنهج الايه؟ الجديد. تعالى نشوف الدرس الثاني الرابع والخامس زي ما هو عن مهم المعاصر. بيقول لي اللونج اي، لونج اي، وهنراجع بالمره اللونج اي اللي احنا خدناه قبل كده في كورس الفونكس. هنا بقول لي E بلس E
make the sound E. حرف الـ E والـ E مع بعض تعمل لونج E. زي كلمة إيه يا مستر؟ زي كلمة feel. يشعر. زي كلمة be. نحلة. زي كلمة sleep. ينام. يبقى دي الحالة الإيه؟ الحالة الأولى. زي كلمة meet. يقابل. زي كلمة green. أخضر. طيب الحالة الثانية بقول لي E plus A. E plus A برضو بتعمل نفس الصوت. E زي كلمة إيه؟ زي كلمة لي. ليف. زي كلمة كلا. إين. كلين. زي كلمة ما. إيت. ميت. زي كلمة إيت. زي كلمة تيم. دول حالتين هو جايبهم لي في الدرس. بيقول لي learn sounds with busy bee. تمام؟ هقول تاني. دول حالتين من لونج اي. الاي اي بتعمل لونج اي. اي نفس الصوت بيجي منين؟ نفس الصوت بيجي من الاي اي. بص كده. فا ايل فيل. با اي بي. سلا ايب. سليب. ما ايت. ميت. جرا اين. جرين. نفس الصوت بيجي من الاي اي. بص كده. لا ايف. انا قلت هنا في لي ليف. كلا اين. كلين. ما ايت. ميت. اي ايت. تي تيم. دول الحالتين اللي هو جايبهم لي في الكتاب. طب نراجع احنا بقى على الحالات بتاعتنا. احنا كمان عندنا كمان الحاله دي اللي هي الاي واي بتعمل برضو ايه؟ بتعمل اي زي كلمه ايه؟ زي كلمه ها ني هاني عسل. زي كلمه ما ني ماني. زي كلمه دونكي دونكي. دي الحاله الثالثه. دي مش في كتاب، دول الكتاب وكلمات الكتاب، دول الزياده اللي احنا بندخلهم مع المنهج. طيب الحاله الرابعه فاينل واي. الكلمه اللي اخرها ايه؟ واي. زي كلمه ايه؟ كاري. زي كلمه سا ني ساني. زي كلمه فا مي لي فاميلي. تمام. الحاله الخامسه الاي اي بتعمل ايه؟ اي. زي كلمة بيس. بيس. زي كلمة اتشيف. اتشيف. تمام. يبقى دول الحالتين اللي في المنهج عندنا، لكن احنا بنزود علشان نراجع الفونكس. في ناس داخله معايا ما خدتش فونكس، وفي ناس واخده فونكس فبنراجع على الفونكس. والناس الجديده معانا في الجروب اول مره تاخد فونكس تبقى عارفه ان احنا ان حالات اللونج اي الاي بلس اي والاي اي اخر حاله معانا هي الاي ساكن اي. حرف الاي وحرف ساكن وحرف ايه. زي كلمه ايه؟ ها اير. بيخلينا انطق الاي باسمها. زي كلمه سا ايد. سيد. تمام. يبقى حالات اللونج اي الاي اي الاي اي اي كونسونانت اي الاي واي والفاينل واي والاي اي. سيبك من دول ذاكرهم بعدين. اهم حاجه الحالتين اللي في المنهج الاي اي والاي اي. الاي اي لايك فيل بي سليب ميت green. ال e plus a make the sound e like leaf clean meet eat tea. ده كده خدنا النهارده اربع دروس او ثلاث دروس. الدرس الثاني والثالث او عفوا الدرس خدنا الدرس الثاني والثالث والرابع والخامس. احنا كده خدنا اربع دروس لكن هم كلهم شبه بعض. يعني الدرس الثاني والثالث بيتكلم عن الحياه الصحي وغير الصحيه، والرابع والخامس بيتكلم عن الفونكس اللي هو الاي اي والاي والاي اي. تمام. مش كده احنا قلنا الحصه تكون مكثفه عشان نقدر نذاكر وبراحتنا جدا جدا. درس سهل، فيديو عن نمط الحياه الصحي وغير الصحي، وفي نفس الوقت هنبعت